السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ بيتي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم طاجين الحوت طراية بالخضر، كيجي لذيذ بزاف، سهل وسريع التحضير، فابقوا معايا من أول فيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير وعلى الطريقة. فرجة ممتعة. نمر الآن لذكر المقادير. عندي الحوت ديال الراية اللي نقيتها جيدا وقطعتها، وفي الخضر عندي خيزو وبطاطا والفلفلة ومطيشة، وفي التوابل عندي سكنجبير، تحميرة، الكامون، الإبزار، الخرقوم، الملح، جوج معالق كبار ديال الربيع، ثلاثة الفصوص ديال الثوم محكوكين، ملعقة صغيرة ديال مركز الطماطم، ملعقة كبيرة ديال الخل، زيت الزيتون، وفي التزيين عندي شرائح ديال الحامض، زيتون، وواحد فلفلة حارة. نبداو على بركة الله طريقة التحضير. في إناء اللي غادي نحضر فيها الشرمولة غادي نوضع ربيع والثومة ومركز الطماطم، غادي نضيف توابل، نضيف زيت الزيتون، ملعقة كبيرة ديال الخل، اللي عنده الحامض يقدر يستعمله، غنضيف شوية ديال الماء، ومن بعد ما حضرت الشرمولة غادي نوضع فيها خيزو وبطاطا الان غادي نوضع جزر في الطاجين، غنضيف كذلك بطاطا، غندير نصف الكمية فقط ونصف الكمية الأخرى حتى من بعد عاد غادي نضيفها.
والان غادي نشرمل في الحوت الكيمياء كتبقى دائما على حسب عدد الافراد غنضيف الان الجزر اللي كان بقى عندي في الاول غنضيف بطاطا في نفس الشرمولة غادي نشرمل المطيشة والفلفلة وغادي نضيفهم غادي نضيف الحامض الزيتون غنضيف الان فلفله حاره والشرموله اللي كانت بقات ليا في الاول اللي شرمت بها الخضره والحوت غادي نضيفها من الفوق على هذا الشكل
غنضيف تقريبا ملعقة صغيرة ديال زيت الزيتون على هذا الشكل. هنا انا وضعت الطاجين فوق البوطة على نار مهيلة باش يطيب، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الان غادي ندوز باش نوريكم الشكل ديال الطاجين وهو تيطيب. للتذكير فقط راني ما ضفتلوش الماء بصفه نهائيه. الان غادي نغطي عليه ونخليه حتى يطيب، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو من بعد ما يوجد. ورجعت معكم في الشكل النهائي ديال طاجين الحوت اللي حضرت من بعد ما وجد، كيجي على هذا الشكل كيف ما هو واضح في الصوره. كتجي المرقه ديالو خاطره، لذيذ بزاف، بمذاق ولا اروع. كنتمنى تجربوه وان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. والى لقاء جديد في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.